حياكم حياة مستر مواتر. هاي السيارة أكون صريح معاكم ما كان عندي أي نية أصورها. صورت أنا الـ RS3 بهيئة السيدان، كان لونها رمادي، والسيارتين كثير متشابهين. ولكن من كم يوم كنت في أودي أبو ظبي في الوكالة وشفت هاي السيارة جالسة هناك، وصراحة خطفت أنفاسي. اللون، الكاربون، الداخلية، السيارة روعة. طبعاً الأودي RS3 هو جواب أودي للمرسيدس A45. A45 زي ما بتعرفوا كان متصدر عرش سيارات الهاتشباك إلى أن نزل هذا الجيل الثاني من الـ RS3. هذا الجيل حطم رقم الـ A45 على حلبة النيربرغرينج. طبعاً اللي بميز الأودي RS3 عن باقي سيارات الهاتشباك هو المحرك اللي عليها. ما زال عليها المحرك الخمس أسطوانات الأسطوري اللي كان موجود عليها من 10 سنوات، بس طبعاً عام بعد عام عم بيحصل عليه بعض التعديلات والتحسينات. بما انه هاي RS حتشوف عليها شبك RS المتوحش الهجومي. طبعا بيعجبني التفصيل كيف الشبك داخل مع الإنارة الأمامية فايتين ببعض. شبك RS هون جاي بالكامل جلوس بلاك أسود، وعليها بلاك باكج، يعني حتى شوف شعار أودي بطل سيلفر، بتشوفه بالكامل أسود. طبعا فتحات تنفس في كل مكان وجميعها عملية كرمال تغذي هذا المحرك، حتى الفتحات الجانبية اللي هون عملية. ما عندك في الأمام غير مكان واحد فيه غلقات تهوئة غير عملية. طبعاً هاي السيارة RS يعني حتشوف البدي معرض في الأمام، معرض أكثر من الخلف. صراحة كثير جميل التعريض اللي عليها هون، بس أجمل تفصيل على RS هي هاي الفتحات اللي هون. بما أنه الفندر أعرض، طلع كيف فتحوها وعطوها تفصيل بميزها عن الـ A3 والـ S3 العاديين. الفتحات شكلها واقعية، ولكن عجزت أعرف بالضبط الهواء اللي حيخرج من هون وين حيجي، لأنه من الداخل مغلق. هلا حتلاحظ الرنجات اللي جاي على هالسيارة، جاي عليها يعني 3 ألوان، أسود وفضي وزي رمادي غامق. متوفرة السيارة أيضا برنجات بالكامل أسود. شو بتفضل أنتوا، أي أجمل، هاي ولا اللي عليها؟ طبعا السيارة هاي مبنية على نفس الـ MQB بلاتفورم. هذا البلاتفورم عند فولكس واجن مشترك مع الجولف مثلا، وطبعا نفس البلاتفورم مع هيئة السيدان. صراحة أنا عم بلاقي صعوبة أقرر وأختار شو بفضل أكثر، هاي أو السيدان. صراحة الاختيار كثير صعب، بس شيء موجود هون ومش موجود على السيدان هو الجناح الوحش اللي عليها. جناح جدا جميل وجاي عليها بالكاربون فايبر. ما شفت ولا مراجعة لهاي السيارة بأي قناة موجود عليها هذا الجناح. وبالإضافة للجناح، هالباقة حتعطيك أغطية المرايات أيضا بالكاربون. فأودي أبو ظبي ما بعرف وين جابوا له هالجناح، بس جميل جدا. السيارة بهذا الجيل كثير بتحسها صارت مفصلة، كثير فيها خطوط حادة وعضلات وحركات. التصميم رائع. بوجهة نظري أنا بشوف الـ RS3 بيتفوق على الـ A45 AMG من المنظر الخلفي. طبعا في علامات هون مميزة للـ RS3 زي الإكزوستات اللي هي الأوفل تيبس، صراحة تصميمها جميل. ولكن حتشوف إنه في الداخل الإكزوستات الواقعية تاعتها. طبعا عندك هون غلقات تهوئة بنفس تصميم الشبك الأمامي، ونفس في الخارج. حتلاحظ أنه بالداخل أيضاً السيارة مفصلة تفصيل. لاحظ كيف داخلة وطالعة وكسرات قوية، ذكرتني بالإيترون. ولكن الفرق عن الإيترون أنه هون شفرات التكييف حاطة زي مانيكير على أظافرها، بتلاحظ في ألوان على خطوط التكييف. طبعاً ومن تحتها حتشوف هون كيف الكربون داخل عندك بشكل كثير نظيف، وجاء عندك مات ما بيلمع. النتيجة النهائية اللي حتحصل عليها هون بالداخل، حتحس نفسك جالس بمقاتلة حربية. يعني لاحظ حتى التكييف كيف جاي طابقين، طابق منفصل هون السيارة والتكييف مرتفع، كله موجه لعند السائق. ولتزيد من شعور المقاتلة الحربية، في حركة سوتها هون أودي. حتشوف عدادات أودي اللي تعودنا عليها اللي هي بهذا الشكل، ولكن إذا بتحط وضعية رياضية، لاحظ كيف حيقلب العدادات لمدرج طائرة حربية. وبتعجبني الحركة اللي بتصير لما تطفي السيارة، لاحظ كيف بيختفي بهذا الشكل. حتلاحظ التفاصيل الخضراء مكررة بعدة أماكن، عجلة قيادة مثلا بالكامل الكانتارا، وعندك هون الماركر بالأخضر، التطريز أيضا عليها بالأخضر. صراحة شكلها والتصميم الكلاسيكي الدائري جدا جميل. الكراسي التطريز اللي فيها، لاحظ خلية النحل بالأخضر، طبعا بتميزها دائما إن هاي أودي. بس الإضافة هون شوف عند الأكتاف عندك زي الكانتارا أخضر مكرر بهذا المكان، كمان لمسة جدا جميلة. التطريز الأخضر وهي التفاصيل منتقلة أيضا عند الركاب بالخلف، نفس فخامة الكراسي. طبعا عندك مثلا إيدين وسطي، عندك مساحة رجلين كافية أنا شفتها، ومساحة راس كبيرة، منافذ للتكييف بالخلف وشوية ذباب.
بالوسط عندك شاشة أودي التقليدية بتشتغل عن طريق اللمس، استخدامها كثير حلو زي ما تعودنا من سيارات أودي. وعندك التحكمات الخاصة بالتكييف جاي يدوية، تحكمات بهذا الشكل وكمان جدا عملية لأنه مش محتاج تدخل على الشاشة لتتحكم فيها. بس نقطة انتقاد كانت عند كثير من الناس هو الجير تاع السيارة. الجير الآن أصبح جاي بحجم جدا صغير، لاحظ يعني بأصبعك بتحركه. ياريت لو كان عندنا الجير الضخم اللي كان موجود على الـ RSQ3، اللي ما شاف الحلقة يروح يشوفها. بس تفصيلنا الإعجابي هون هو مكان الشاحن اللاسلكي، بتحط فيه جوالك بهذا الشكل بيجلس مرتاح، ولسه عندك مساحات تخزين بتحط فيه محفظتك، بتحط فيه مفاتيح، وبتخدش الشاشة، بتحط مفتاح الجمني بهذا المكان وبيجلس في الأعلى. والسيارة أيضاً فيها أماكن أخرى للتخزين أيضاً غريبة، وهذا بيجيبنا لفقرة الأشياء الغير تقليدية بالأودي RS3. المكان الوسطي حتلاحظ مفتوح بالكامل، بتحط فيه أشيائك مرتاحة، ما عندك أي عوائق فيها، ولكن بدك تحط أكواب حتتساءل وين مسكات الأكواب، مخفية بطريقة ذكية. لاحظ هالقطعة بتخرج هيك، وهالقطعة أيضاً بتخرج، صار عندك مسكتين للأكواب. RS3 أيضاً فيها بعض الأزرار الغريبة، شفنا الجير الغريب المسخوط اللي فيها، ولاحظ زر البارك خارج الجير حاطينه مع نفسه بهذا المكان. طبعاً زر تشغيل السيارة هون وحواليه الأحمر، ولكن الزر الغريب أكثر هو زر الصوت. عندك زر واحد نفس هذا الزر موجود بالأودي إيترون جي تي اللي صورتها، بتغير إذاعة بهذا الشكل يمين يسار، تغلق الراديو من الأعلى، تتحكم بالصوت عن طريق السكرول. تفصيل أيضاً مختلف على الأودي RS3 هو حجم الإطارات. معظم السيارات بتلاحظ الإطار الخلفي عريض والأمامي أنحف، ولكن هون على RS3 الموضوع بالعكس، لأنه السيارة محتاجة تماسك أكثر في الأمام، حاطين هون إطارات 265، بتشوف قديش هي عريضة وقديش هي سميكة، ولكن في الخلف فقط 245، فبتلاحظ كيف من وراء السيارة نحيفة إطاراتها ومن الأمام أمتن. RS3 اللي معنا المكابح اللي عليها ستيل حديد تقليدية، ولكن حتشوف انه عليها مكابح ضخمة، عليها كاليبرز بالاحمر، 6 مكابس في الامام على السيارة من الحجم، شيء جدا جيد. ولكن اضافة هون على RS حتلاحظ تفصيل في الداخل عند الوش بون، حتشوف انه عندك نفس قطعة بلاستيك بتوجه الهواء عند المكابح الامامية عشان تحافظ على برودتهم وما تحر معك. طبعا توزيع الوزن عند اودي كثير مهم، لانه المحرك امامي كرمال يوزع الوزن بطريقة شوي افضل، حتشوف انه بالخلف عندك مكان تخزين طبعا كبير، ولكن بالاسفل حتلاحظ انه بطارية السيارة محطوطة بهذا المكان، لانه حجمها كبير ووزنها كبير فقرروا يحطوها هون. بس اللي استغربت منه اكثر على سيارة هاتشباك، الصندوق بسكر كهرباء، فصراحة هذا شيء جميل على سيارة زي RS3. يا شباب ضيوف شرف اليوم. لا والله انا الضيف اليوم وهذا المكان لإلهم. هلا اودي دائما متميزه بالاناره الخلفيه اللي عندها، دائما عندها اناره راقصه. قبل ما نشوفها لاحظ اولا التفاصيل اللي فيها، نفس اقواس حركات بتحسها ناروتو يعني مرسوم هون. بس شوف مثلا لما افتح السياره او اقفلها كيف حتطلع هاي الرسومات بشكل تدريجي. بس الاناره المتميزه اكثر من الخلفيه على RS3 هي الاماميه، هي حصريه على RS3. لاحظ عندك نفس الشاشه هون، لما تعمل انلوك هتعمل لك رسومات وحتكتب لك RS3 في الداخل. وللعلم هاي الحركه فقط على الاناره على جهه اليسار، اناره جهه اليمين ما حتسوي الحركه لانه الاحرف حتكون شوي معكوسه ومش متماشي مع شعار اودي. طبعا أحزمة الأمان تشوف لمسات بالأخضر داخل عليها أيضا جميلة. ونبدأ أولا كلام عن المحرك. هلأ المحرك زي ما قلت لكم أسطوري، المحرك قديم مش جديد، هالأيام شي جيد أن يكون عندك محرك قديم على المقاييس القديمة قبل ما تدخل مواضيع البيئة وهاي الخرابيط. هلأ المحرك 2.5 لتر 5 أسطوانات. هلأ عن جديد جربت أنا RSQ3، ولكن المحرك هون مختلف كليا، شخصيته كثير مختلفة، السيارة بشكل عام كمان كثير مختلفة، قيادتها رياضية بشكل كثير واضح على الشارع، ثابتة جامدة، جنبينات فيها صلبة. طبعا ميزة ال5 أسطوانات غير أنه مميز، حيكون عندك سلندر إضافي عن جميع المنافسين، ملاك الـ A45، ملاك الـ Golf R، كل سيارات الهاتشباك الـ4 أسطوانات أنت عندك هون سلندر إضافي.
عندك الباي هون اكبر من الباي تبعه، ففيك تشوف نفسك عليه. طبعا المحرك بتحس بوجوده، انت هلا على الكوفورت تحط شوي على وضعيه رياضيه، بتحس دائما هيك بالخلفيه في صوت، في هيك رجه من المحرك. المحرك مستعد، بتحسه جاهز، وصوت ونغمه المحرك هون احلى من اي اربع اسوانات ممكن تسوقه. هلا بعض المنافسين ما تفهموني غلط، الاي 45 صوتها اعلى، الفرقعات فيها اعلى، ولكن صوت المحرك هون اجمل. حصلت الكاميرا. اوه عايشة. عايشة ولا مش عايشة؟ لسه بتسجل ها؟ ربع ساعة. مع ان المحرك نفسه مع الجيل السابق، ولكن المختلف هون والاضافي هو الديفرنشل اللي عليها. هلا عليها نظام كواترو، توزيع القوة دائما اول ويل درايف بين امام وخلف، ولكن القوة او العزم اللي عم بروح بالخلف عندك ديفرنشل بيشتغل عن طريق كلتشين يمين ويسار، بإمكانه يوزع 100% للإطار اليمين أو 100% للإطار اليسار على حسب حاجة السيارة. هذا حيعطيك دوران وحيعطيك التفاف بالسيارة كثير جميل. بتحس أحيانا لما تنعطف فعلا كأنه السيارة عم بتدور حوالين نفسها. وشي أيضا لاحظته بعجلة القيادة إنها كثير دايركت، يعني تعطيها أوامر بسيطة تعطيك لفة كبيرة. حتى أتوقع لو بتوقف ما بتلف كثير العجلة. تطلع ها، هاي توقف كامل، لاحظ أقل من لفة، ما لفت لفة كاملة. فهذا بيعطيك شعور مباشر بعجلة القيادة أنت وعم بتسوق. طبعا ناقل السرعات 7 غيارات ديوال كلتش، ما عندك مقبض هون، بتغير فقط من الستيرينج زي ما تتوقع من ديوال كلتش. غيارات جدا سريعة، واللي عجبني هون بالغيارات انه بيعطيك الار بي ام بنور. هلا صح بنور على الار بي ام تاع الاعدادات الرئيسية وهذا الشيء عادي تعودنا عليه، ولكن المكان الجميل، والله الانعطاف جميل فيها، ولكن المكان الجميل اللي بنور عندك ايضا الار بي ام هو عند الهيدز اب ديسبلاي. الهيدز اب ديسبلاي كثير حلو، حيكون عند مستوى نظرك دائما وحتعرف بالضبط متى تغير عشان تجيب غيارات دقيقة. السرعة اللي فيها للسيارة بسبب عدة أشياء. أولاً قوة المحرك، أودي بتزعم 400 حصان، ولكن أكيد القوة أكثر من هيك، لأن لما سوقت الـ RS Q3 فرق بين الأرض والسماء بين هاي والـ RS Q3، هاي أسرع بمراحل مع أنه نفس المحرك ونفس القوة المزعومة. العزم اللي هون 500 نيوتن متر، كمان ما بستغرب لو العزم فعلاً أعلى من هيك. وهذا يعطيك تسارع بالسيارة جميل، خاصة انه وزنها 1570 كيلوغرام. الوزن زاد شوي ولكن يعتبر منخفض ما زال. خلوني افاجئكم تجربة التسارع من 0 ل 100. بس اجمل واقوى ميزه فيها للار اس 3 بسبب الديفرنشال الخلفي الذكي اللي عليها هو شيء هون اسمه تورك رير، يعني بيعطيك العزم على الخلف. شو بيعطيك هذا الشيء؟ بيعطيك شيء زي دريفت مود، ما حبوا يسموه دريفت مود، خاصيه تخميس، سموه تورك رير، يعني عزم خلفي.
صار شو رأيي فيها للسيارة؟ بصراحة قبل ما أسوقها كنت معجب بالشكل الخارجي، معجب باللون، معجب بالجناح الخلفي. الباكج اللي عم تحصل عليه كثير حلو، الداخلية الخطوط المانيكير بالأخضر اللي هون، الستيرينج اللي فيها، جودة الجلود والمواد، كثير حلو السيارة، خاصة بسعرها. سعرها 320 ألف درهم إماراتي، طبعا مع الجناح والكاربون ممكن يرتفع شوي، ولكن السعر يعتبر منافس للـ A45. انتو شو رأيكم فيها؟ عجبتكم ولا لا؟ وشو بتفضلوا، هاي أو السيدان منها أو الـ A45 من عند مرسيدس؟ خبروني تحت بالكومنت. بشوفكم بالحلقة الجاية، ومع السلامة.